السلام عليكم طلاب المرحلة الثانية. محاضرتنا الأولى في مادة Visual Basic هي Introduction to Visual Basic 6. أولاً نتعرف على لمحة تاريخية بسيطة حول لغة Visual Basic. كانت لغة Visual Basic تسمى في البداية باسم Basic اختصاراً للحرف الأول من الكلمات الآتية: Beginner's All Purpose Symbolic Instruction Code. وقد طورتها كلية دارتموث عام 1960 بسبب الصعوبات التي واجهت مستخدمي لغات فورتران، الجول، كوبل وغيرها. ولغة بيسك أول لغة استخدم فيها نظام المشاركة الزمنية تايم شيرينج سيستم. وفي منتصف عام 1960 قام طالبين من إحدى الكليات بكتابة أول برنامج بيسك للحاسبات الدقيقة التاير على شريط كاسيت. كلف في ذلك الوقت $350، والطالبين هما بيل غيتس رئيس شركة مايكروسوفت حاليا وباول ألين. ومن نسخ لغة بيسك التي تم تطويرها جي دبليو بيسك، كيو بيسك وكويك بيسك. أما أول نسخة من فيجوال بيسك لأنظمة التشغيل دوز وويندوز تم إنتاجها عام 1991. وفي عام 1993 تم إنتاج النسخة Visual Basic 3، ومن ثم تطوير النسخة Visual Basic 4 أواخر عام 1995. وفي أواخر عام 1996 تم إنتاج نسخة Visual Basic 5. وفي العام 1998 تم إنتاج النسخة Visual Basic 6. ماذا تعني Visual Basic؟ Visual Basic هي أداة تسمح لمستخدمي الحاسوب بتطوير تطبيقات النوافذ الرسومية بحيث يصبح مظهرها مألوفا للمستخدم. ومن أهم ميزات لغة Visual Basic: أولا، لديها مجموعة متكاملة من الأدوات. ثانيا، تحتوي على الكثير من الإيقونات والصور. ثالثا، تستجيب لإجراءات الفأرة ولوحة المفاتيح. رابعاً، وصول سهل للطابعة والحافظة. خامساً، مصفوفة متكاملة من الدوال الرسومية ودوال معالجة السلاسل الرمزية والدوال الرياضية. سادساً، يمكنها معالجة المتغيرات الثابتة والمتحركة. سابعاً، تدعم ملفات الوصول التسلسلي والعشوائي. ثامناً، احتوائها على خصائص مفيدة لكشف ومعالجة الأخطاء. تاسعاً، أدوات قوية للوصول لقواعد البيانات. عاشراً، تدعم أدوات التحكم في البرامجيات ActiveX. 11، احتوائها على معالج الحزم البرمجية الذي يجعل توزيع التطبيقات سهلاً. والعمليات على Visual Basic: هناك 3 نماذج للعمليات التي تجري في Visual Basic. أولاً، عملية تصميم التطبيق. ثانياً، عملية تنفيذ التطبيق. ثالثاً، عملية إيقاف التطبيق وكشف الأخطاء. بدء Visual Basic. بعد تنصيب Visual Basic Studio Version 6، نختار منها Visual Basic 6 من قائمة ابدأ. عندها تبدأ Visual Basic بمساعدة معالج تطبيق Visual Basic، حيث يظهر لنا مربع حوار نختار منها الأيقونة Standard EXE. وهذه الأيقونة تمثل امتداد الملف التنفيذي لبرنامج Visual Basic، وفي أدناه مسار الدخول إلى لغة Visual Basic. والصورة تمثل مربع حوار مشروع جديد. كلمة مشروع تعني برنامج. Visual Basic Environment، أو ما نسميها بيئة لغة Visual Basic، وكما تظهر لكم في الشكل أدناه، تتكون من مجموعة من النوافذ التي تمكننا من بناء أي تطبيق أو مشروع، وهي: أولا، Form Window، نافذة النموذج. ثانيا، Toolbox Window، نافذة صندوق الأدوات. ثالثا، Properties Window، نافذة الخصائص. رابعاً، كود ويندو، نافذة التعليمات. خامساً،
Form Layout Window نافذة مستعرض النموذج. سادسا Project Explorer Window نافذة مستكشف المشروع. سابعا Menu Bar شريط القوائم. ثامنا Tool Bar شريط الأدوات. الآن نقوم بشرح مكونات بيئة Visual Basic وكما يلي: أولا Form Window نافذة نموذج، وهي أهم نافذة في التطبيق وتعتبر مركز تطوير تطبيقات Visual Basic، وفيها يتم تكوين تصميم المشروع المطلوب أو التطبيق المطلوب، ويمكن تحديد أبعادها حسب رغبة المستخدم. Menu Bar شريط القوائم. شريط القوائم الذي يقع في أعلى واجهة Visual Basic ويحتوي على مجموعة من القوائم المنسدلة التي تتحكم في إدارة بيئة Visual Basic. بعدها شريط الأدوات Toolbar. شريط الأدوات يحتوي على أزرار توفر اختصارات لبعض خيارات القائمة كما في الشكل أدنى. Toolbox صندوق الأدوات. نافذة صندوق الأدوات هي قائمة مختارة من أدوات التحكم المستخدمة في التطبيق، ومن الأدوات الأكثر استخداما والموجودة في الشكل التالي هي Pointer المؤشر، يستخدم للتفاعل مع أدوات تحكم الفورم مثل تغيير حجم الفورم، تحريك الفورم وغيرها، والمؤشر لا يعتبر أداة. Picture Box أداة تعرض الصور أو تطبع النتيجة. Label هي أداة العنوان وتعرض نص لا يمكن تعديله من قبل المستخدم. Text Box أداة النص، وهي تستخدم لقبول مدخلات المستخدم وكذلك عرض النصوص. فريم أداة الإطار، وهي إطار لاحتواء الأدوات الأخرى. كوماند بوتن هي أداة تمثل زر للمستخدم، وعند الضغط عليه يبدأ بتنفيذ مهمة، وتسمى أيضا زر الأمر. تشيك بوكس صندوق الاختبار أداة توفر للمستخدم خيار الترجيح بين مجموعة اختيارات. Option Button زر الاختيار، يستخدم لاختيار خيار واحد من بين مجموعة اختيارات. List Box صندوق القائمة هي أداة توفر قائمة من العناصر. Combo Box صندوق السرد، وهي أداة تستخدم لتوفير قائمة قصيرة من العناصر. H Scroll Bar شريط الانزلاق الأفقي. Vertical Scroll Bar شريط الانزلاق العمودي. Shape أداة لرسم الأشكال الهندسية مثل الدائرة والمستطيل والمربع وغيرها. Line هي أداة لرسم خط مستقيم. Drive List Box أداة للوصول إلى مشغلات أقراص نظام الحاسوب. Dire List Box أداة للوصول إلى مجلدات أقراص نظام الحاسوب. File List Box هي أداة الوصول إلى ملفات نظام الحاسوب. Image أداة لعرض الصور. OLE أداة للتفاعل مع نوافذ التطبيقات الأخرى في الحاسوب. Timer هي أداة المؤقت، وتستخدم لتحديد فترات زمنية مخصصة للمستخدم. نافذة الخصائص Properties Window تستخدم هذه النافذة لتهيئة قيم خصائص الأدوات المعروضة حاليا في الفورم. وفي نافذة الخصائص مجموعتان من طرق عرض الخصائص، هما أولا عرض الخصائص حسب الحروف الأبجدية، وثانيا عرض الخصائص حسب المجموعات. وفيما يلي أهم الخصائص الشائعة في Visual Basic: خاصية الاسم Name، خاصية لتمثيل اسم الأداة في التعليمات. كابشن خاصية العنوان الذي يعرض على الأداة. باك كلر لون خلفية الأداة. فور كلر خاصية لون النص المكتوب على الأداة.
فونت خاصية لتحديد نوع ونمط وحجم الخط. Visible خاصية لجعل الأداة ظاهرة أو مخفية. Enable خاصية لتمكين أو عدم تمكين الأداة. Height خاصية تحديد ارتفاع الأداة. Width خاصية لتحديد أرض الأداة. Top خاصية لتحديد إحداثيات أعلى الأداة على الشاشة. Left خاصية لتحديد إحداثيات يسار الأداة على الشاشة. Text خاصية تسمح بإدخال وتحرير النص على الأداة. هيكلية تطبيق Visual Basic. تتكون هيكلية تطبيق Visual Basic وكما موضحة في الشكل الأدنى من الآتي: أولا، المشروع Project وامتداده .vbp. ثانيا، Form أو أكثر وامتدادها .frm. ثالثا، Module وهو إجراء أو أكثر امتداده .bas. والتطبيق أو المشروع مكون من الآتي: أولا، الفورم نوافذ تمكنك من إنشاء واجهة المستخدم. ثانيا، أدوات التحكم Control، مخططات رسومية ترسم على الفورم لجعل المستخدم يتفاعل مع التطبيق. ثالثا، الخصائص Properties، كل خاصية للفورم أو الأداة أو أداة التحكم يمكن تحديدها بواسطة الخصائص. رابعا، الطرق Methods هي إجراءات مبنية داخل Visual Basic يمكن الاستفادة منها لتعريف بعض العمليات على أداة معينة. خامسا، إجراء الحدث Event هو تعليمات لها علاقة ببعض الأدوات، وهذه التعليمات تنفذ عند حصول أي إجراء. إجراءات عامة General Procedures هي تعليمات ليس لها علاقة بالأدوات، وهذه التعليمات يجب ذكرها في التطبيق. سابعا، Modules مجموعة من الإجراءات العامة أو إعلانات المتغيرات أو تعريف الثوابت المستخدمة بواسطة التطبيق. وفيما يلي خطوات إعداد التطبيق أو المشروع بواسطة Visual Basic: أولا، وضع أو رسم الأدوات على الفورم. ثانيا، تحديد خصائص الأدوات. ثالثا، كتابة الكود للأدوات. نافذة مستعرض النموذج Form Layout Window تستخدم هذه النافذة لعرض النموذج الخاص بك نسبة إلى شاشة الحاسوب. نافذة المشروع Project Window تستخدم لعرض قائمة بكل الفورم والإجراءات التي تم إنشاؤها في التطبيق. هناك طريقتان لوضع الأدوات على الفورم: أولاً، نقرتين متتاليتين على الأداة الموجودة في صندوق الأدوات والتي تتكون بحجم افتراضي يمكن بعد ذلك تحريكها أو تغيير حجمها. الطريقة الثانية، نقرة واحدة على الأداة في صندوق الأدوات ثم تحريك مؤشر الماوس على نافذة الفورم حيث يتغير شكل المؤشر إلى إشارة زائد. نضع الإشارة في أعلى الزاوية اليسرى للمكان المرغوب بدء رسم الأداة منه ثم السحب إلى المكان المطلوب. ولتحريك الأداة من مكان إلى آخر على الفورم، انقر على الأداة ثم اسحبها للمكان الجديد وبعدها اترك زر الماوس. أما لتغيير حجم الأداة، انقر على الأداة المختارة وغير الحجم المعروض من خلال حدود الأداة. نافذة التعليمات Code Window: لكل فورم يوجد نموذج تعليمات واحد، ويمكن للمستخدم كتابة الكود في هذا النموذج في مرحلة التصميم. والكود هو مجموعتين من المكونات، هما أولا الإعلانات وتكون في بداية الإجراءات. ثانيا، الجمل حيث يختار المستخدم الحدث المطلوب ثم جمل الكود التي تكتب داخل إجراءات الحدث. العمل على المشاريع أو التطبيقات القياسية: هناك خطوات
يمكن تنفيذها على المشروع أو التطبيق وكما يلي: أولا، إنشاء التطبيق يتم بإحدى طريقتين، أما عند بدء البرنامج وتنفيذ خطوات الدخول للتطبيق Visual Basic، أو حسب الخطوات: فايل، ملف، ثم New Project، مشروع جديد، ثم Standard EXE. ثانيا، إضافة تطبيق. يمكن إضافة أي عدد من التطبيقات أو المشاريع إلى التطبيق أو المشروع الحالي وكما يلي: نضغط على أيقونة المشروع ثم اختيار Standard EXE، ومن نافذة المشروع نختار المشروع المطلوب. ثالثا، فتح تطبيق موجود. لفتح تطبيق مخزون سابقا يكون حسب الخطوات التالية: فايل، ملف، ثم Open Project، ثم نافذة فتح ملف، ثم اختيار التطبيق المطلوب. رابعا، حذف تطبيق أو مشروع حسب الخطوات الآتية: اختيار مشروع من نافذة المشاريع، ثم قائمة الماوس، ثم حذف المشروع. خامسا، تخزين التطبيق. أولا، للتخزين تطبيق لأول مرة يتم حسب الخطوات الآتية: فايل، ملف، ثم سيف بروجكت، حفظ مشروع، ثم نافذة لتسمية المشروع، وفيها يتم تسمية الفورم أولا ثم المشروع ثانيا. ثانيا، لإعادة تخزين المشروع بعد إجراء تعديلات عليه يكون حسب الخطوات الآتية: فايل، ملف، ثم سيف بروجكت.